السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما على بالنا الكل، أرقام كورونا في الجزائر مازال في تزايد مستمر للأسف. وصلنا لحد الآن 8875 حالة مؤكدة في الجزائر. عندنا 623 حالة وفاة رحمة الله عليهم. عندنا تقريبا 32 شخص تحت العناية المركزة. ندعو لهم ربي إن شاء الله يشافيهم وإن شاء الله يرجعوا لأهلهم في القريب الآجل. أن السلك الطبي في الجزائر يعمل عمل جبار للخروج من هذه الأزمة، وهما اللي راهم في الصف الأول لمواجهته. كاين ناس منهم مازال ما شافش العائلة تاعهم منذ بداية الوباء، وكاين منهم اللي فقد الحياة تاعو رحمة الله عليهم، وكاين اللي الناس ما تعرفش الراحة إطلاقا. كل هذا من أجلنا، من أجل حياتنا، من أجل العائلة تاعنا، والتضحية بالنفس والنفيس لمساعدة البلد والشعب بأن يخرجوا من هذه الأزمة. نفس الشيء بالنسبة للحماية المدنية، الشرطة وكل أسلاك الدولة اللي تعمل ليل ونهار من أجل سلامتنا. مجموعة نوي ألجيريانز واقفة معكم لآخر يوم حتى يروح الوباء إن شاء الله، وتحييكم على هذا العمل الجبار اللي راكم تديروا فيه. بارك الله فيكم وربي يجازيكم إن شاء الله على واش راكم تديروا من أجلنا. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم دكتور ياسين عبد الجبار. اليوم درت هذا الفيديو سبيسيالمون باش نهني كل الطواقم الطبية في الجزائر باسمي وباسم مجموعة وي ألجيريانز على المجهودات التي قمتم بها طوال هذه المدة، ويعني الخطورة اللي واجهتوها وكنتم في خط الدفاع الأول من أجل إنقاذ الأرواح والسهر على المرضى. فحبيت نقول لكم باللي بوزات نطخ فيختي، أنتم مفخرتنا، لكم ترفع القبعة، وبكم يعني الجزائر راهي واقفة. فتحية إلى كل إنسان ساهم بجزء ولو بجزء بسيط في هذه يعني لابانديمي، وعمل سواء جمعيات سواء أي شخص بدل صغير، شيء صغير أو كبير. يعطيكم الصحة وإن شاء الله بربي شدة وتزول وترجع المياه إلى مجاريها، وإن شاء الله تكون هناك بداية إلى مشاريع طبية وعلمية من أجل النهوض بقطاع الصحة في الجزائر. أنا أدرك تماما ومجموعتي أيضا تدرك تماما أن هناك كفاءات في الجزائر اللي قادرة تساهم بشكل كبير في تطوير نظام الصحة. إن شاء الله اليد في اليد نتعاونوا يعني نبنوا هذا القطاع مع بعض إن شاء الله. ولا يسعني إلا أن أقول لكم يعني حاولوا أنكم دائما avec la sensibilisation بالتوعية المستمرة، إن شاء الله نقدروا أننا نتفادى عدة أمراض ونطوروا يعني le système de santé en Algérie. فتحية لكم مجددا ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. سلام. تحية للطاقم الطبي ونقول لهم كامل يد في اليد ضد كورونا. للطاقم الطبي والشبه الطبي وعمال الأمن والنظافة، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، ربي معكم. يعطيكم الصحة بزاف على الكوراج تاعكم. نحييكم ونحيي الشجاعة ديالكم. شكرا على شجاعتكم. تري بون كوراج ا تو مي كوليك، ربي يحفظكم ان شاء الله ويحميكم. تحية لكل عمال القطاع الشبه الطبي والقطاع الطبي. الجيش الأبيض انتم قوتنا. انتم صح أبطال. تحية كبيرة على الشيء اللي قاعدين نديروا فيه على جنب. ميرسي بوك تو سكو فو فيت بور نو. ربي يجازيكم ان شاء الله ويعطيكم الصحة. شكرا لكم، انتم سند البلد. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. تضحياتكم لما زلنا واقفين. يعطيكم الصحة. يكثر خيركم وربي يعاونكم. Thank you so much for the countless efforts you're making to save our lives. Du fond du cœur, merci pour tout ce que vous faites pour nous. يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم.